يعني الدخول الى البرزنتيشن اللي حضرتك حضرتها خطه لانقاذ لبنان او لتامين خروج لبنان من يعني من الازمه اللي نحن فيه او الانهيار فعلا اللي نحن فيه مثل ما قلت حضرتك انه نحن بلد منهار وزومبي. مزبوط. طيب تفضل. ميرسي. هلا احكي كثير نمبرز مثل ما قلت باول حلقه يعني عم يسمعوا بدهم ورقتين وقلمين تيلحقوا ولانه يحاول شوي. هلا قلنا 3 اشهر نحكي عن الموضوع بس اعمل شوي مثل خلاصه سريعه حتى الناس تفهم نحن وين واقفين ومن هون ننطلق انه كيف شو بنعمل. اوكي ما عم بيشوفوا النمبرز يعني اذا بنطلع هلا رح نبلش مفروض يلا. طيب اذا بنطلع ب 2017 قديش كان في ودايع الورقه اللي بعدها بليز قديش كان في ودايع بلبنان كان في 200 مليار دولار سنه يعني هي 199 مليار دولار بودايع بلبنان سنه 2017 اذا بنطلع بايلول 2019 كان بعد في 189 مليار دولار يعني نزلوا 11 مليار دولار بخلال هالسنتين سنه ونص. بنطلع بنوفمبر 2019 كان بعد في 176 مليار دولار يعني نازلين 25 مليار دولار بخلال سنتين من اصلهم نص بخلال نوفمبر سبتمبر لنوفمبر يعني هي اون فات ل 17 اكتوبر يعني بهالست جماع قبل ما تبلش الثوره مختفيين بلبنان فوق 10 مليار دولار. اها عم بوصلك عليه نحن اللي عم نشوف الوضع مختفيين شو يعني؟ في ممكن يكون تهريب اموال ممكن يكون في 3 4 مليار ببيوت الناس يعني هي خطر كثير. نحن فايتين اليوم على فقر عندك اليوم 35% من الشعب فقر يعني فوت على 50% قريبا مع الناس برات الشغل ومليارات دولارات بيوت الناس عم نعمل مشكله حالنا يعني حنبلش نشوف كثير مشاكل يعني هيدا عم يفوت على بيت هي عم نشوفهم ديجا عم بفوتوا على الـ على الفرماشيات على المحلات وكذا وبلشنا انا شفت اللي صار بالمكسيك سنه 94 صار زيت الشيء عم يصير بلبنان سنه 94 يعني شيء ببكي وانا هيدا اللي مخوفني. ليش انا عم بيجي عم بحكي؟ لان قد ما عشت اللي صار بالمكسيك بس صار ذات الشيء خايف يصير ذات الشيء بلبنان اللي هو صارت مثل ما بيقولوا الطبقه الاجتماعيه صار المشكل بين الطبقات الاجتماعيه يعني البيسو العمله المكسيكيه قشطت من 3 للدولار على 12 بخلال جمعتين. الطبقه الوسطى اختفت اكيد مثل ما لبنان اختفت الطبقه الوسطى وهذا عمل فقر بالمكسيك بعد 25 سنه ما طلع منه. اليوم عندك 50,000 قتيل بالسنه بالمكسيك 50,000 قتيل بالسنه. هلا ثلاث ارباعهم بسبب الدراجز وما دراجز وغير موضوع بس المشكله الاساسيه هي الفقر يلي صار بالمكسيك وانا اللي شايفه بلبنان حفيتي عن ذات الموضوع. بس نحن بلبنان فينا نظبطه فينا نوقفه مثل ما قلنا مشكله كبيره بس لبنان صغير بتظبط بسرعه. ف في 25 مليار دولار عم بتقول نقصت الودائع نعم. بين سبتمبر وقبل 17 تشرين بين 2017 وقبل الاول 17 تشرين بس من اصلهم هول نصهم بست جماع قبل الثوره ست جماع قبل الثوره هي اللي كان في خروج تقريبا نص الودائع نعم. اللي نقص. وليش؟ لانه في ناس بالطبقه السياسيه اكيد عارفين شو جاي. اذا بتطلع نحن من الصيفيه مثلا الناس مثل حساباتهم برا بس هون في شيء عم بيصير بلبنان بس تتعرف حضرتك في لجنه تحقيق مفروض على اساس حددوا لها مهلتها من 17 تشرين لليوم شو صار تطلع اموال بوقت أولا. حضرتك هلا عم بتقول شوفوا في 10 مليار قبل في 10 مليار دولار طلعت من البلد من قبل 17 تشرين وتحديدا بين فتره سبتمبر ل 17 تشرين في حدا بهوسته اسابيع في 10 مليار اختفت. بس بارونتيز لجنه التحقيق انه هي بتاخذ مصرف لبنان بعتقد انا مني اكيد بس بين دقيقة أو دقيقة وربع تيعرفوا المصاري مين أخذهم لوين. بدو لجنة التحقيق وست جمعيات نعرف وين راحوا ال 10 مليار دولار. ليه بدهم دقيقة أو ربع؟ ما كل فرنك بيطلع من لبنان بيروح على مصرف لبنان، ما له حق بالبنك ما بيصرف ما بيبعت مصاري بدها بس قرار رفع سرية بدها أكيد بس وبدنا ما هو واحد البنك حيالله بنك ما في يبعت مصاري لبرا، بيبعت لها كورسبوندينج بانك واتسترا بس بياخذ موافقة مصرف لبنان، حيالله حوالي بتروح على مصرف لبنان لموافقة شو هن ما بيعرفوا وين راحوا المصاري. فانت عم تحكي بوقت ما حدا عم بحول قبل بوقت العادي انه عندك كل يوم ما بعرف في تحويلات في بس بهالوقت مين عم بحول؟
معروفين عدد الايدين كم حوالي راحوا بعدها هلا بيعرفوا من هن. شو برايك انا لجنه التحقيق كمان من ضمن نحن بنقول اللجان مقبره القوانين كمان من ضمن طب خلص ما بدي فوتك بالسياسه بس انه هذا مش سياسه هذا كمان علم يعني مفروض يعني هو كده لك احكي لك بطاريه انا ليش بلشت احكي على التلفزيون على فيسبوك بليتو باول نوفمبر طلع رياض سلامه وحكي وقال انه كل الدنيا بالف خير والليره بالف خير وانا يعني نص شعري شاب انا عم شوف شو عم بيصير ما انا فاهمين الوضع يعني هيدا دفعني اطلع اعمل اول فيديو على فيسبوك منتظر شي 200 واحد يشوفوه واحد ولا شي مليون شخص ف يعني صار في اهتمام بالموضوع مزبوط. بس انا ياسي من الرفض انه واحد حتى يعمل اكنولجمنت انه في مشكله يا خي في مشكله اساسيه شو عم تحكوني بقى هيدا الرفض والانكار بعده مكمل كانه ما صار شيء احنا وين صرنا بعده انه ما عادي ف بنشوف اللي بعده ف اللي بعده من هال 176 مليار دولار اللي بعدهم عندنا بلبنان وهذا شيء مميز بلبنان اذا بنطلع على الايكونومي الايكونومي تبع لبنان احنا الايكونومي تبعنا بال2018 كان شي 55 مليار دولار بالنسبه لهالقد الاقتصاد تبعنا عندنا وديع 200 مليار دولار هذا شيء يونيك بالعالم ما حدا مثلا تاخذ الاردن يلي تقريبا قدنا الودايع تبعهم ربع الودايع اللي عندنا ليش في ودايع هالقد المصري اللبناني في عنده مصاري كتير وفي مصاري من سوريا ومن العراق ومن غيره يعني عندنا شيء مميز باللبناني هنا الودايع بس السؤال هو وشو صار فيها الودايع بل هاي السلايد فرجيكم انه من 176 مليار دولار وين اني عندك 20 مليار دولار بكل القطاع يلي هو الريل استيت العقارات عندك 20 مليار دولار كل شيء هو بزنس يعني شركة بتتميّر بدها تجيب أغراض من برا اتسترا عندك 20 مليار عندك 22 مليار هن كابيتال ريكويرمنتس يعني هي البنك مجبور يحطوا شقف من ودايعهم عند البنك المركزي لحتى يغطوا المصاري عنده اياهم عظيم هول 62 مليار دولار الباقيين وين 110 مليار وين هن مدينينهم مصرف مدينينهم لبنان كله مصرف لبنان يعني 65% من كل مصرياتنا لحن مصرف لبنان هذا بحد ذاته مش غلط الغلط وين هلا بنوصل له اللي بعده بروح اللي بعده عم نعجل شوي لانه عم بروح الوقت عشان الوقت اللي بعده من هال 110 مليار دولار طيب المصرف اللبناني مدين 110 مليار دولار شو عنده انا مدين 110 شو عندي من تنجا نسيت هي مليون مليار اما فرانك عندك 110 تنجا شو عندك عندك كاش بقول مصرف لبنان 31 مليار صاروا هلا هلا هو الحلو مصرف لبنان ما بيعطيك نمبرز احنا هلا عم نتكهن شو في عندنا هنا ما بيعطوك نمبرز نعرف من الاشياء بيقولوها هون وهنيك انه في تقريبا هالقد هلا لانه ما بعرفه هال 31 مليار هل يا ترى 22 مليار تبع الكابيتال ريكويرمنتس فيها ام لا انا بتهيالي انه ايه يعني انا هلا النتيجه حوصل لها هي ان فات اضرب من هيك بس انا هون عم اقول انه خليني صلي اقول انه لا هول 31 مليار عن جد كاش بس ايه انا بتكهن انه لا هول 31 مليار فيهم 22 مليار هن اللي قلنا مش لمصرف لبنان عندك 6 مليار عاملين انفستمنتس مصرف لبنان في يجيبهم وهلا هون فتنا طيب اوكي نحن دوله الدوله ما بتافلس اون برينسيپ اذا بتطبع ليره ما بتافلس بس المشكله احنا مدينين بالدولار عندي دين. تقريبا 40% من الدين بالدولار و60% من الليره مزبوط. مشكلتنا هن ال 40% بالدولار دي هن تقريبا قد ايه بيطلعوا شي 40 مليار 40 50 مليار اوكي بس ما تنسي هول بنشقف ال 110 مليار مدينينه من مصرياتنا ماشي هيدا الدين من مصرياتنا 70% بالدولار يعني انت من اصل 110 مليار عندك تقريبا 70 مليار اكثر شوي بالدولار يعني هو كمان في تفنيس في محل اما في شيء مش واضحه بيقولك انا عندي بس 40 مليار دولار دين طب ما انت مدين من البنوك 110 مليار و70% منهم بالدولار طب ما في تناقض اكيد حل يا تنشوف شو بيكون ما بنعرف ما بيعطوها نمبرز بخبوها بس هول شو نحن اذا بدنا نحللهم شو بيطلع هول بيطلع هول فوائد على الدين يعني عم بيربحون البنوك من جهه وعاملين بسموهم سي ديز وغير انفستمنتس يعني هو ال 40% نحن بنعرفها بالدين للعام مش مزبوط هن اكثر من هيك بيطلعوا 60 70 مليار انا هيدا تحليلي يمكن مغلبت هاي بقول لك مغلبت فيها لانه فيها تحليل بس فيها لانه وما في نقص ارقام مزبوط انا بس محل مش اكيد بقول لك انا مش اكيد أوكي. هون انا بعطيك 90% probability انه مثل ما قلت لك هو 31 مليار في 22 مليار لنا انا هون بقول لك كمان في probability انه هو اللي عندي نحن ديننا بالدولار هو 70 مليار مش 40 مليار فاذا نحن اليوم كبلد عندنا بنى تحتيه يعني مضروبه لانه من غير شر ما بنحط فيها فرانك بس في عندنا بنى تحتيه عندك الفا ام تي سي اوجيرو البور الكازينو كذا
اذا جبرنا نبيعهم ان شاء الله لا، لانه اليوم اذا بعناهم كارثه. ما حنبيعهم بالرخص، بدنا نبيعهم بالرخص لانهم مفلسين. قد ايه بيسوا؟ قلت لك حتى ليك 13 مليار وزتها ما بدها يوصل هالقد. يعني قديش هذا بلد ذهب، هلا بحكي كان الذهب. يعني قديش عندنا نحن كدوله؟ عندنا شي 50 مليار. اوكي اوكي، طيب انا مدين 110، في 60 مليار وين هن؟ وين هن؟ حدا يجاوبني وين هن؟ انصرفوا. انصرفوا وين؟ تيدفعوا كل سنه العجز العام. كل سنه في عجز عام، الدولة بتصرف أكثر مما بفوت لمصاري، بيروحوا على المصرف اللبناني، هو مش شغلته يعمل هيك، هي وزارة المال لازم تعملها، بيروحوا عند المصرف لبنان بدنا 5 مليار دولار. يلا بروح عند البنك بدنا 5 مليار دولار، بال 10 15 20% بيعطيهم للدولة ومكملين. فإذا هو 60 مليار دولار انصرفوا وما عندهم، يعني هن انصرفوا ال 110 مليار، بس الريزيرف اللي عندهم إذا قتلت حالها بيطلعوا 50 مليار. معناتها أنت عندك 60 مليار دولار مختفيين، معناتها أنا من كل 100 دولار أنا حاططها بالبنك في 35 دولار مش موجودين، انصرفوا ومش موجودين. أنا كمودع كمودية كمواطن حدا قال لي لا يعني للناس أيوة أنا قالوا لي خذ مصرياتك حطها على البنك بعطيك 10%. أنا انبسطت رحت على البنك حطيت مصرياتي، راح البنك أخذهم أعطاهم لمصرف لبنان، مصرف لبنان صرفهم واليوم مش موجودين. المشكلة كل هالأزمة عمل فيهم انفستمنت رح يرجع يردهم، المشكلة إنه دفعوا كدين وفوائد. أيوة فإذا اليوم هلا اليوم في عم بحكي نحكي من شوي إنه قرروا إنه نطلع 50 ألف دولار بالسنة وما بعرف شو. اول شيء شو كنتوا ناطرين 3 اشهر هلا اخذتوا القرار؟ شو صار اليوم ما كان فيك تعملوه امبارح؟ يعني ناطرين 3 اشهر الناس عم تتالم وعم عم عم, عم تقبر بعضها وانتوا فيكم تاخذوا القرار من 3 اشهر ما اخذتوه ليه؟ هي اولا انت اخذته يا مصر لبنان لحالك بلا موافقه حدا، هي ثانيا. بس ثانيا بيحكي بسمع الناس بيقولوا ايه ما في دولارات وفي نقد، خي الدولار بتجيبه مثل البطاطا بتحطه على باليت بالطياره بتجيبه، ابيخ من هيك ما في، ما حدا يقول لي ما عندنا دولارات بلبنان. ايوه ما انت صرفت المصاري كيف تجيبي؟ أيوة. المشكله الاساسيه عم بخبوها على الناس يعني انه انتم صرفتوا المصاري. الدولار مش لانه امريكا عم بتعاقب لبنان سياسيا، لان الدوله مش قادره تشتري دولار لانه صرفت مصرياتنا. اوكي خلينا نواجه الناس بقى ونشوف شو بدنا نعمل، بقى نخبر راسنا بالرمل وقول نحن ايه ما في ناس عم بيلوموا الناس اخذتوا مصرياتكم، شو خصك فيي؟ مصرياتي هو دعم فيهم بدي احرقهم، شو خصك فيي؟ انا بدي اخذ مصرياتي احطهم بالبيت. بيقول لك انه ما في نقد، لا في نقد، في يجيبوا نقد، شو هالمشكله يجيبوا واحد نقد؟ المشكله الاساسيه هي المصاري مش موجودين. 35% من الناس من مصريات الناس راح. هلا نحكي عن الذهب بسرعه، في 286 طن لحن فورت نوكس بامريكا ما فينا نستخدمهم، هو اللي حاطينهم ريزيرف ضد اليورو بونز ما فينا نستخدمهم اولا، وثانيا اذا هذا الشيء الوحيد اللي ضابط الليره شوي، اذا هول انصرفوا الليره بتروح على 10,000. فاذا الدول الذهب الناس وادين حالهم الذهب ينسوا الذهب، ذهب ما فينا نستعمله. طب وبدون ما ندق بالذهب الليره ما حتطلع السعر؟ يعني الليره لو بفلتوها هي سعرها شفناه بالسوق من عم نضحك على بعضنا 2500 و3000 واذا كملنا هيك حتوصل 5000. اذا كملنا هيك عم السوق سوداء قصدك؟ مش سوق سوداء، الدوله عم تتفرج ما بتعمل شيء، في اجراءات لازم تنعمل. نحن باكبر كريز فات فيها لبنان من 100 سنه لليوم الدولة عم تتفرج، انا ما فهمين. بس لا اكيد في اشي نعملها، في اشي كثير نعملها، رح نشوف هون ايش حضرتك اعطينا حلول لانه تفضل. اذا بنشوف ال المشكله الاساسيه اللي عندنا اياها هي البجي الموازنه هذا الضحكه اللي مرقولنا اياها من يومين. طيب تنشوف شو عم بيصير. 2019 في 12 مليار دولار. اوكي طلع 12 مليار، صرفوا 12 مليار من اصلهم 8 مليار بس على الرواتب. اوكي مليارين للكهرباء ومليارين للصندوق هي وصندوق هديك، وقديش حملوا بالبنى التحتيه انفستمنت؟ ماشي شيء يرثى له. طيب بس عم فوقهم في عندي 5 مليار دفع انترست، يعني بس فوائد الدين، يعني طلع 5 مليار دولار ديفيسيت. هذا قلنا هيك 27 سنه كل سنه بيصرفوا اكثر من ما يفوت، بكونوا عاملين موازنه برقم بيطلع. أيه. بعدين انه في والرقم الثاني بالمليارات عم نحكي 5 مليار. نعم. يعني نص صدر تقريبا اللي عم يوعدوا. نعم. العالم فيه. نعم حكيت عن صدر، شو بيعملوا هلا من 27 سنه لليوم؟ خصوصا من 2000 وبالجاي صار كل شوي بفوتوا بعجز. بنروح مثل الشاطرين، احنا كثير شاطرين بال شحاده ميرسي، رح نشحد باري 1 باري 2 باري 3. طيب
اول مره كذبنا على الاوروبيه، ثاني مره كذبنا على الاوروبيه، ثالث مره كذبنا على الاوروبيه، خدنا مصاري وصرفناهم، رابع مره احنا على السادة قلنا دخلتوها يا شباب نعطيكم مصاري. صدقنا الكذبه نحن هلا بلشنا بنعطيكم مصاري بس تكونوا ظبطوا العجز. اول شيء ركزوا عليه هو العجز، هذا ال 5 مليار دولار بحطوها بجيبتكم كل سنه كنت تخلصوا منها الموضوع، بكون تنزلوا بكون تشيلوا العجز. رجعوا على لبنان الجماعه قالوا احنا عندنا حلين، يا اما منطلع المدخول تبع الدوله يا اما مننزل الصرف. مش هيك؟ اول شيء بدقوا سعرات المعاشات وبالموظفين واللي عم يفت لهم. اعوذ بالله، عملوا كل الباقي، طلعوا الواتساب، طلعوا التي في ات، طلعوا ستامبس، طوابع كل اللي في عملوه للشعب المقصوف عمره يلي ما معه ياكل، يلي الاقتصاد له 10 سنين بالارض بسببهم هن. هلا بنحكي عن الموضوع رجعوا عزيت المنطق انه خذوا ضرائب بده يمصوا دمه بعد اكثر تيطلعوا المدخول تيوازنوا الميزانيه لحتى يجيبوا سعر حتى يصرفوها على ذوقهم. هذا اللعب اللي فتنا فيه.